اتحاد الكوره حدد خلاص بكره ان شاء الله الموعد الرسمي لتقديم كابتن حسام حسن امام وسائل الاعلام بعد توليه لقياده القياده الفنيه للمنتخب. هيكون الكلام ده ان شاء الله يوم الاربعاء اللي جاي الساعه 3 عصرا. هيتكلم طبعا كابتن حسام حسن عن اهدافه وعن خططه مع منتخب مصر في الفتره المقبله. وبالمناسبه كابتن حسام حسن كان حاضر امبارح ماتش النهائي في أمم إفريقيا، وكان ليه صورة كبيرة محطوطة كمان في الاستاد على اعتبار أنه واحد من أهم لاعبي البطولة التاريخيين، وده واقع، دي حقيقة فعلا. ونتمنى إن شاء الله زي ما يعني كان كابتن حسام حسن أيام لما كان بيلعب كان بيرج استادات إفريقيا لما بيشارك في البطولة الإفريقية، أتمنى أنه يبقى له نفس الواقع ونفس التأثير كمدير فني لمنتخب مصر اللي كتير جدا 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 مننا بيعولوا على أن مجرد بس تفصيلة الروح اللي كنا بنتكلم عنها من شوية من كتر ما هي حاضرة عند كابتن حسام حسن، وإن كانت محتاجة تتأيف إلى حد ما، لكن أكيد هيبقى لها انعكاسات طيبة على اللعيبة إن شاء الله.